طبق الحلو لليوم بدنا 2 كوب بسكوت مطحون، نص اصبع زبده، ربع معلقه صغيره من القرفه، صح. معلقتين كبار من القشطه، صح. كمان بدنا لتغطيه بدنا 6 حبات جبنه مكعبات كريميه، علبه قشطه، علبه حليب مكثف محلى، ومعلقتين كبار من زبده الفول السوداني، صحيح. كمان للتقديم بدنا قطع تمر، لوز مقشر، وجوز قلب، صح. طيب هلا احنا هون حطينا اللي هي البسكوت المطحون، فيك تخلطي معاه كمان شوفان، حطينا قرفه ومعلقه قشطه، بس هيك بدي اخليه رطب شوي، ها شوفي كيف، زي هيك. وبعدين بعدها حطيت الزبده المذابه بالاضافه لوجود القرفه المطحونه، وهذا عشان هلا بالثلاجه رح يصير معي في بالقاعده عباره عن قطعه ماسكه وكانها قطعه كيك، تمام. هاي هي الخلطه، وحطيت قرفه، فيك تستبدليها بالهيل المطحون، ريحتها القرفه مع البسكوت إشي خرافي. هلا رح نعمل الخلطه الكريميه اللي حكى لنا اياها ابراهيم، يلا. اللي هي رح تكون عباره عن علبه حليب مكثف محلى وزبده الفول السوداني، معلقتين ثلاثه براحتك، نعم. رح نحط علبه قشطه حديد، اذا كانت زي علبه العصير حطي باكيتين، تمام. بدك تزوديها بصير الجبنة الكريمية المكعبات، سهلة والله، ما بدها إشي وكتير زاكي وكتير دسمة بصراحة، فيها نسبة حلاوة منيحة، فيها هيل؟ لا صح، حطيت قرفة، بدهم هيل بصير بيروح معهم. بعدين رح أحط 3 معلقة كبار من بيناتس باتر أو زبدة الفول السوداني، رح نخفقهم كلهم مع بعض ونعمل الطبقات معك إبراهيم. شوف شو كانت الكيكة اللي أنا ما بنساها عملتيها أنت بالنكهة، زعفران. زعفران انت وكمان شاهد الله يسهل عليها، هذيك الزعفران، كيكة الزعفران كانت لا يعلى عليها، شيء كثير زاكي كمان ومعروفة بالخليج كثير، جدا زاكي. لمحبين الزعفران يعني راح ارجعوا خذوا الوصفة موجودة على اليوتيوب وجربوا وصفة، سقيناها يعني بكريمة زعفران وحليب وقشطة، شيء رهيب. هون رح نضغط احنا هاي القاعدة، بتحطيها بقالب تشيز كيك اذا بدك تطلعيها قالب لضيوفك لاهل بيتك او في البايركس، او اذا بتحبي بتعمليها بصحون، كل واحد بياخذ صحنه بياخذ حصته زي ما بدكم. نعم، معنا اتصال شيف من مها. مها صباح الخير. هلا صباح الخير، كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب، كيفكم انتم؟ والله تمام، مبسوطين وسعيدين سمعنا صوتك. الله يخليك يا رب، بدي اسال شيء ولا لو سمحت؟ تفضلي. صباحك ورد، تفضلي. يكثر الله يعطيك العافيه. حبيبتي عافي عمرك، قولي امر. لو سمحتي بدي اسالك بالنسبه للقلايه الهوائيه. نعم. هلا في منها 18 و20 و21، وانا هاي ميزانيتي يعني. 18 20 21 ايش؟ سعه؟ نار، سعرها. لا سعرها. سعرها، قولي. وانا هدي لك كيف تشتريها ولا كيف تستعمليها؟ مش لا لا، انا هاي ميزانيتي تكوني كويسه تخلي الاكل يستوي. طيب هلا بنجاوبك، حاضر حبيبتي، اهلا وسهلا. هلا احنا في عنا خلاط كيك ب 15 دينار، وفي عنا خلاط كيك المضرب او الويسك، في عنا مضرب بوصل بعض البراندات تقريبا 150 دينار مع قطعه، تمام. هلا بالاول وبالاخر احنا في عالم الاجهزه الكهربائيه، لما انا بصير لي اسم بالسوق بصير انا ابيعها كبراند، يعني في قلايه هوائيه 50 دينار، وفي عندك الاير فراير او القلايه الهوائيه بتوصل تقريبا ما يقارب 500 ل 600 دينار وموجود. هلا الفئه، او خليني احكي لك الاختلاف، ليش هي حقها 30 وهي حقها 70؟ اولا في عندك ايطالي، في عندك صيني، في عندك اوروبي، في عندك تجميع تركي، اذا البلد المورد للاردن حسب كل واحد له كواليتي، زائد السعه والوقت، في عندك 2000 وقت، في عندك 1500، في عندك 1700، زائد السعه، في عندك قلايه بتاخذ دجاجتين بتحمرهم، وفي عندك قلايه ما بتاخذ غير كمشه بطاطا، فهي السعه تبع الجرن للقلايه كمان مهم، والاهم من كل هاي الامور اللي هي مده الطهي، يعني عندك ام ال 70 80 خليني احكي تقريبا بتاخذ لتحمير الوينجز اذا بدي احمرهم تحمير ربع ساعه لثلث ساعه او صحن بطاطا، بينما في عندك الاغلى شوي تقريبا لانها اجود شوي وعندها فيها مميزات اكثر، تقريبا خلال 4 لـ5 دقائق بتكون الوينجز جاهزه، فهي هاي مده الطهي اللي بتختلف، زائد الحفاظ على جوده الطعم، في عندك قلايات هوائيه بتنشف الاكل بصير الاكل مجلد، بحط قطعه برجر بتطلع مجلده تغير طعم الاكل ولادي ما بياكلوها، فهي هاي الفرق. ولكن القلايات هي عباره عن جهاز كهربائي يعمل على مبدأ تسخين
هواء سخن، مشان هيك أنا غششتك قلت لك السر، حطي شوية مي، المي بتسخن بصير في عملية ستيم، بتستوي حبة الكبة من جوا، حبة السمبوسة، بعدين افتح الجرار رشيها رشة زيت وبتتحمر، وهيك بيطلع معاكي زاكي وتمام التمام. البرامج كلها واحدة، ولكن هي السرعة والوط هي اللي بتختلف. رح نضرب الخلطة اللي عملناها، يلا سريع سريع. سؤال من قول سؤال من والدتي صراحه. والدتك عم تبعث لك اونلاين؟ والله احنا بالشغل يا ابراهيم. والله بدي سؤال لك. قول تحكي لك ايش احسن ورق زبده؟ امبارح استعملت للاير فراير ورق زبده ولع انحرق. مزبوط صح. نشكرها على السؤال وبدي اصبح عليها وابارك لك وهنيك بهالشاب الحلو. الله يسلمك. ورق زبده فعلا في منه انواع بالاسواق، هلا موجود بالاسواق اللي هو في المدور لصواني البيتزا وصواني المعجنات، وفي المستطيل المقصوص خصوصي للصواني، وحكيت لك العشر ورقات بدينار او اكثر، حتى 20 ورقه بدينار، وفي للاير فراير هلا مدور تمام، وفي منه مربع وفيه ثقوب. هاي الثقوب عشان تخلي يعني ما صارت هي عبت، عشان تخلي المي اللي احنا غشينا وحطيناها تحت تطلع بخارها على الاكل. فهي هاي انواعها. يفضل استخدام انواع الفرنسي، في عندك تركي بالسوق، في انواع فعلا هي بتنحرق مزبوط وبتطلع ريحه. بحاول اصور لكم اياها على الستوري، ضلوا تابعوا ستوري الانستغرام، بحاول يعني قدر المستطاع نخلي يوم جديد هو فعلا قلبا وقالبا مع المشاهد، مش مجرد ماده عم نعرضها ونروح. لا مش أبداً. مكونات بس، انه حتى شو الادوات المكونة. صح. نعم. رح نجيب هلا اللي جهزناها. يب. طبعا الخلطه احنا بننزلها ابراهيم قد ايه قعدت بالثلاجه؟ والله وكيلك الساعه 7 كانت هاي جاهزه والله. حس الطبق كثير بارد. يا سلام. هو كل ما كانت بارده تتقطع معها، بس بس ما في مجال انها تجمد تصير يعني. لا بتصير قطعه. بتصير قطعه. بتصير قطعه. فيك تحط اللي هي المكسرات اللي بدك اياها، انا حطيت شويه لوز مقشور مثلا، بتنزل عليها الخلطة اللي هلأ خلطناها، فيكي تقللي من كثافتها أو حلاوتها بشوية فرش كريم أو حليب زي ما بدك. لوز مقشور، حطينا كمان شوية قطع تمر، شوية لوز، بيكان. يلا يا حسن. يلا ناخذ اتصال. حسن. حسن صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ كيف الحال؟ تمام الحمد لله، احنا بخير، انت كيفك؟ الله يسعدك حسن. تفضل هاي الشيف معك. والله صباح الخير شيف. يا صباح الورد والياسمين، اهلا بالناس الطيبه. هلا يا حسن. الله يسعدك. والله حبيت اصبح عليك وعلى اليوم الجميل. الله يسعدك يا حسن وعلى التلفزيون الاردني. الله يخليك. من وين عم تحكينا يا حسن؟ والله من خلده. الله يا سلام، يعني شوي قريب مش كتير. والله انا والحجي قاعد نحضر، وتخليني اتصل فيك واصبح عليكم. الحج ولا الحجه؟ الحج ان شاء الله. بيضلل لك الحج يا رب، وضلوا لبعض، وشكرا على اتصالك يا حسن. اكيد فيكم بنكبر احنا. اهلا وسهلا وصباحك سعيد. حطينا البسكوت وفوقه خلطه الكريمه اللي خلطناها، قللي وزيدي بالسكر زي ما بدك. بتكيش تحب تحطي علبه حليب مكثف محلى، خذي النص والنص الثاني كمليه بقشطه، يعني الامور بين ايديكي، بس خذي الفكره. حطينا على الوجه شويه مكسرات، جوز قلب، جوز بيكان، بالاضافه للوز المقشور وقطع من التمر. نعم يعني شيف ابدعت اليوم. شكرا. طب فطرتك هلا بدها تحكي لي. انا لخالته ام ابراهيم انه هي انا فطرت لك ابراهيم. اذا عجبتك فطرت اجنحه الدجاج يعني سو وينجز فطرت. شايف كل شيء بيصير، مرات فطرنا كبده، مرات طحال، مرات اي شيء صبح. ما فيش مجال يعني، ما بنقدر نقاوم. شكرا لك شيف، يعطيك الف عافيه. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، وشكرا لمتابعتكم، يعطيكم الف عافيه. بنشوفكم اكيد بحلقه قادمه في امان الله. والشيف تفضلي، الهوى معك حبيبي الشعب ابراهيم. الله يعطيك الصحه والعافيه وطولة العمر. احنا بنحب اللي بحب بطنه، بنحب اللي بحب الاكل. نعم. وبيوم جديد احنا بنكون مبسوطين كثير لما بتجينا اتصالات تطلب وصفات او بتنوه او حتى بتنتقد كمان. صح. نقد بناء. بالاول وبالاخر الفقره لكم معكم، واحنا موجودين لحتى نكون معاكم انا وكل الزملاء اكيد. نعم. بنحاول قدر المستطاع نشارككم هاللحظات. ممكن تكون ابتسامتنا شوي ثقيله عليكم، ممكن تكون حلوه، ولكن
بالأول وبالآخر إحنا على الشاشة مثل تحت الهواء معكم بكل الأوقات، وأنتوا راس المال إن شاء الله. إبراهيم بدنا نوديهم على أمل اللقاء فيهم غدا إن شاء الله. بكرة شكله رح يكون في عجين، شريت طحين مبارح يا سلام، هيك جعبالي أسوي شوية طحين، زمان ما سوينا طحينات. ديروا لكم على حالكم، نشوفكم بكرة، إلى اللقاء، مع السلامة، باي باي.